بالمغفرة. ناس أكتر من كده إيه؟ إذا لنلتزم الصيغة النبوية التي علمها لأصحابه. جميل يا دكتور. هل دي تضمن لي أشوف النبي ولا لأ؟ مش بتاعتنا. الله أعلم. طبعا. الله أعلم. طيب هستأذنك يا دكتورنا وناخد اتفضل. معانا أستاذة دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا أستاذة دعاء. أنا بس كان عندي سؤال. لا هستأذنك نعلي صوتنا كده يا فندم. أنا بس كان عندي سؤال. تمام. بابا وماما كانوا عايزين يقولوا كده بس هما مش بيعرفوا فجابوا شيخ. يا دعاء احنا مستمعين من حضرتك حاجه، علي صوتك كده، لسه ما فطرتيش ولا ايه؟ حضرتك سامعني كده؟ ايوه تمام. تمام. بابا وماما كانوا عايزين يرقوني كده. عايزين ايه؟ كانوا عايزين ايه؟ يرقوني. يرقوني. يرقوكي، تمام. بس هما مش بيعرفوا، فجابوا شيخ. عايزه الصيغه يعني؟ جابوا شيخ، عمل ايه؟ جابوا شيخ. فهو بيرقوني حطوا ايده على راسي كده. تمام. عايزه اعرف كده يعني حرام ولا عادي ولا ايه؟ حاضر يا دعاء، شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتورنا. أنا أرجو من إخواننا المشايخ الذين يحرصون على اتباع السنة وفي نفس الوقت يريدون أن يربطوا الناس بربهم، أقول لهم بوصية الناصح الأخ الناصح: لا تربطوا الناس بكم ولا تعلقوهم بأشخاصكم، اربطوا الناس وعلقوهم بالله. بالله. يا سيدي، تأتيني التليفونات كثيرا من بعض الأحيان يقول لك فلان اللي كان بيرقيني مات، أنا مش عارف أعمل إيه. كأنه هو الشافي. الرقية سبب، والله هو الشافي. تمام. فأتمنى من مشايخنا اربطوا الناس بالله. بدل ما يجي لك حد يقول لك ارقيني، اقول له انا هعلمك ترقي نفسك. تمام. زي ما بروح للطبيب: يا فندم لو ضرسي وجعني ولا جالي شويه برد، كورونا ولا خلافه، هروح للمتخصص. هروح للطبيب. الطبيب لن ياخذ الدواء عني. لو انا محتاج تنفس صناعي مش هيحط البتاع على مناخيره هو. صحيح. هحط على انفي انا. انا اللي محتاج. فانا اتمنى من مشايخنا يكون معاكم ورقه وقلم، واكتبوا لهم، قول لهم: اولا ثقوا في ربكم بانه الضر النافع. نمره 2 حافظوا على الصلاه. نمره 3 اقرأوا القران الكريم بنيه التدبر والخشوع والاخبات، يصرف الله عنكم السوء. نمره 4 اعملوا الرقيه الفلانيه، الاخلاص في حد فيهم مش حافظ الاخلاص والمعوذتين؟ لا طبعا. نربط الناس بالله. فقط، ليس الا. فكره واحده ست او بنت رايحه لواحد هي بتثق فيه وبتقول عليه شيخ او عالم ايا كان، وهل هو الله اعلم كده او غير كده؟ تمام. فكره انه يرقيها ويلمس جسمها ويمشي ايديه على جسمها او راسها او ايا كان اي مكان في الجسم. عندنا قاعده تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهي قاعدة مشايخنا كلهم يعرفوها. تمام. إذا طبقنا هذه القاعدة وعندي 1% بس دجل و99% صح، يبقى 99% نبطلها عشان ما نقعش في الدجل 1%. تمام. وبناء عليه أدعو الإخوة الذين يدعون، بلاش فوق دماغي. تمام. الذين يرقون باسم الله وبالقرآن. هناك دجالون.